قلبي لي ولا مش برد الوحيدة يا نسيتك يا ليت البارح يا دوب كان زعما تعودي جديدة بثمان ولا عرض صابوا دلال موجود بذهو الخيل بين الرباب وعود والكاس والشمال عرض عيدا والربايب بيتات صايره عيدا والربايب بيتات الصايح والشبات يتناولوا بتنويلة أنا بزنوجي معهم الثمايل مبسوطين بالخديل مع الخديلة حلفت لنسيتك يا ليلة البارح يا لو كان زعما وتعود يدينا العود والرباب تنفال وسواس وذهب لتايب طلعت النشوة للراس ونجمعوا الحبايب غنى وبات لاباس محمد من سايب غنى وبات لاباس وغريب وباب لاباس وقريب وفرح وبرات جوارحو من كل تعليلة يطلب بالعفو والغفران والسامح من ليام اللي كانت جميلة احلفت لنسيتك يا ليلة البارح لو كان زعما تعودي واش نعمل واش المعمول واش من حيلة تنفعني معاه حلاز حكيم من الحدا طلع للغرب على الباب قاري جذابية ديال الرومان الازرق يتيم ميس الكابان الحكيم قاري علم التنجيم كي يحقو في شجيع مفرصة معلم في حرب النزار
بالطاسة وسلبات والجلسة بين البنات ولعبهم طول الحياة جال مدن وقريات خاصات وغزالة عنها يدور تمشي المداين والدجور حين وصل زمور صاب بنت ظريفة عضرة وبهية ولطيفة بالعود كتخبل وتصيح معاه بالحجازي وشغال الشام عيوط الغرب مع الكلام عيوط الغرب مع الكلام من 18 عام عندها في عمرها طفلة مخمطرة في صغرها عندي كبرى في العشرة ولا تصيب عني صبرها حتى نجا الحلم لازم طور من الحجاز باعوا هلو حسات كي حسدوني في هلاب العياد عمل عنها برصاد في القصر وسكن بين الواد والبحر وتملك بيها وملكات ورخزن السعدية وعدي وحكم عنه ميرزينها بفر بالحراس عمل الرصاد على المجاز امنه يشغالي ليا كيف جرابي من العشيق وعوشة والحراس حراس حكيم من الحكام غابت عني تاج البقر سبع أيام فقدوا الخبر وصب عني بالشار جاو بشرني بخبر وغزال من عند حكيم من الحجاز من جمال المغرب بالسحر رشدها في داخل القصر من الكاتو بالزين والشعر الحاجب والعين والشفر المحلي مع الصبر وانا نطور قلت ليه جميع اصحابي ديار نتلقوا عن تاج البكار ونعجب فيه اذا عطات فيه الوجبات المحاربه درت خصايل المغاربه نزلت الجلابه ولبس كسي وتقاضي كتاب دايرو في يدي سبيح لي صار في ميني لحية كسلك الفضة أسيادي وقصد باب القصار أن تقول رصادي تايقولو تتواجبي يا حكيم وخرج الحراز الريم قال لي أش عنا بك يا المغربي وتقف أنا وقلت لي هذا قاضي بلادي وجيب نصبر منك يا حكيم طعمك في حق الكريم مشي عندي للدار للضيافة وانت قهوة وقال لي يا معتزيني ما نمشي في بعض السلام واكلكم عني حرام انتي قاضي خداع روح في حالك صد علي اوعدي واش القاضي متدك يكون هماس متخلف القرطي لباس امن هو يشغالي يا جرابين العشيق وعويشة والحراس حراس حكيم من الحجاز وانا نرجع له بالحيال صاحب سيدي رحال جد عشرة بكتاطي صايدين بالقلب جيليهم طيبين شموح مشعولين والبنات عشرة مسخنين حنا جدابين كاملين مشينا للدار والقصر تقول رصاد تايقولو تتواجبي يا حكيم وخرج حرز الريم كان جان
مطور عينيه كيدورو في راسو زدنيه سلمت عليه غفل ما رد عليا شي سلام قلت في قلبي هذا حرام وجبت عليه وقلت ليه قولوا مرحبا له الكنان تعرف سيدي رحال جدنا وانتي يا جيتي لغلبنا لازم نوري لك سرنا دخلنا للدار والقزر اكرمنا بالند والزهر جبنا ليك الخير والسدم وبالظلم الصادر اللي استوى جبني عن هذا القوال بعد البنية وغال هذا بكم رحال واش نبي ولا مرسال جاب ليكم الذهب هاد الحيال وانتو ما في عشرة طوال بقطاطيكم كيف الكبال وحارسكم ختال واش جابكم للحومية وعدين فيا وتناش قصكم تباخو خباز روحوا للحارة دلال امنهو يسغالية جابين العشيق وعويشة والحراز حراز حكيم من بقطاطيكم كيف الكبال وحارسكم ختال واش جابكم للحومية ايوان ثقل الرصاد وقال ليهم كرمهم بالعكاز وفي التنابين الغراز حرز رهيب قديم فات حكيت فعال هاد البنات قالوا لي الشيخة الولع نمشي معاك بالرباحة بثناش من البنات غير الخوذات الفايزات ثلاثة مولوعات صايلات بنت قل كامل جات وثلاثة عوادات حافظات الآلات على البنات وثلاثة طرارات حافظات قصايدهم وليات وثلاثة رقاصات كي يسلبوا من كتايب قديم فات الشايب لي واللي يشتغل وعدي ينسى شيبو قلت ليهم هذا هو النزول هذا الحيلة هي الدخول وقامت لي الباتون لبستني كسوة بالذهب والحرير وانا باقي زين وصغير لا لحية لا شربك العذرة اللي بلغت سن الصيام فنها الهوى والغرام وعيونها جعابة روام آه والخدود رود والفم كان خاتم سيادي وشفاي فلاويين ومن بحبي كاويين حديقة جمعت المطاوي لحفت بالحيك المحربل قالوا البنات الشيخة سيدي قدامنا وسمينا تخديامنا ودرجوا البنات وجات لالا مالكة هي وخيتها بالطول الريم حدة والسعدية ومن مالا وزاهية ربيعة والغزالة زهرة عويشة وراضية وخديجة ولالا حبيبة هاد القماش درجو بمشاشي والقماش وحروج مقاوم كان عذرا نحكيها شي غزال كتجرح من شوف النجال والقصة يعد البعد زدت انا يل عندهم حتى وصلنا للقصر ان تقول الرصاد تيقولوا الثواجب يحكين
وخرج الحبس اللي مشاف فينا انتقنا له بالجميع ودويت انا بغيا معاه وطلبت وظيف الله قال لي منين انتوما قلت له جينا لك من فاس الحكي من تعز الناس جبت ديك ربع الناس الزهو سلوى المعز تكسر تتسلى وتستبشر كي ينسق فيا يمشي وفيه كي يضحك وانا فرحان قلت غادي ندخل ودوا هو وقال لي فين الشيخة وقلت ليها انا هي يحكي قال انت يا خصلة وجيتي لعندي بالحيلة روحي شوفي شيخ شلات بيتك يا بنت الزغبية وعدي انت يا وثماش خصكم دباخ وخباز روحوا للحارة دقاس قيت نخمم يا فين باش نولي عند الحكيم قلت راسي العبيد ما ينفع في الحزة غير زيد جرب فالك للي سعيد وعرف 12 من الخدام وقلت ليهم يا عبيد درت بات القصبة قالوا نمشي وغير قوم راسك وقلت ليهم شيء مبارك درت المسوس واللسيسة ودرت الروينة وخدمت بوعقدة وجباب من الحليب وسمعت الميدا بالوداع ولبست كسا والملوك والطبيقة والحكوكة والبخور قومت قناوة في الظهور بالقرقابات وقنقات كي تلقوا شي مايات وطبول كتترعد والجدان كي يجلبوا حتى وصلنا لقصر ان تقول صادفة يقولوا العبيد الحكيم وخرج الحرز الغير وبدا يضحك وقال لي يا غير زيد ليش قدمتوا لي يا عبيد يا عبيد قلت ليها انا عزي بالخير جيت عندك صالح بلادنا وقالوا لك سيادنا دارك محسوبة دارنا دخل هاد الميدا لالا وطلح لها يا مالح راهي تفرح بينا ياك العبيد ما عليهم حجبة خل من الناس الرحبة الواء وقالية أدريك تحام ليس فيكم صالح العبد نشبع وليفسق وإذا جعي وليسرق منكم بجميع الآذية وعدي لو كان عندي الحكم نحرقكم بالغاز الذهب يا شبيت المعاز أمنه يسغالية كيف جرى بين العشيق وعويشة والحباز حباز الحكيم من الحباز وليت لعنده يا رسيخ أنا بوحدي لكن شيخ معايا هجوجي متاحف وبهجاوي البلغة والمفترقة والخيط على الراس وتعكريطة أسيادي والحيلة وجد مع الصغور حين وصلت لباب القصر السرابة مع القصيدة نتقول رصادتا يقولوا تتواجب يا حكيم وخرج الحباز الليل نقص قدامي تبعاتوا منين سمعوا صوتي وقفوا بزوج دورت انا وجهي بجيه وغنيت عليه وصرت كان قرح حتى نسمع فيها كتقولوا هذا شيخ البيب الحجازي دابا يدخل ما تزيد عليا حتى كلام يفرجنا هاد النهار قال لي هيا سود الشفار ما
أنا من فيه يشوف في خيالك دابا يدخل للقصر. قلت لو تسمع يا الحجازي حنا في الغرب الشيخ ونسى خواف الجلسة ويا تخشى منه وخرج قلو محضر ورمات على الديب الخشبة وآسيابي حتى حنا قتال وزاد سبقني للسلام. قال لي مرحبا بك يا الشيخ دخلت القبة وشفت صنعتك الحكمة يا بيم أنا وداني والحكيم ما ساقوا بيا يودوا وقال لي شربوا دندن يا المغربين ورفته جوجي وبديت كان بالرح في قصيد سيادي بالغوان كيف المعمول اش العمل واش المعمول باش تلعوارم كيف المعمول كتجاوبني في الغنى وتقول ليالي من دابا ترى شانو يحول حتى ابغات رشم عليها بدت عودها في يديها وبدت كطيب فيه بزيازة ورمت يدها للجيب بدت الطاسة والقطيب حتى مرصاد طارت لذيك الجهة يا فيم. قلت له تسمع يا الحجازي هذا هو محبوبي وانتي عذبتيه يا الظالم راك حسد بين يديا وعدي نقزن عليك تولي قد تفرجنا بالسنجاز وش حطاتو بغطي بداز رداتو قرد الجانبي قالت لي يا طالبي هذا هو العدو اللي فرقنا هذي 20 يوم هاني قبلتو ليك واش صافي شغلي ولا لا تبارك الله لا لا والعفو للرجال يا العذراء بالحكيم رجعي هاد مادام وهذه العفريتك وابني العفريت كيشيلو لعند موت علمو الحكمة عند نصا قلبي علا وعزا أنا منفع الغي ما تدي شحطة الطاسة بالقضيب وخرج عفريت الزرق قال ليها أدنيني يا الغزال قالت هذا الحكيم شيلو بديه شيلو يا عفريت تمشالو زالو ساعة قبيه قالت لي حبيبتي واجي نعملو بحد قلاز والحجاز الجهاد الحجاز وانا مغربي Yeah.